كلها تبقى بتتكلم عن اللي حصل. هاجل هاجل، عاوز بقى شوية عناوين تخلي الناس تقعد أكيد وتتفرج. يا باشا ما تقلقش، كله معمول حسابه، هي أول مرة. يا مروان مرضي؟ مروان مرضي حبيبي؟ أنا مش هبقى مرضي غير لما أجيب دماغ الاسم فارس ده تحت رجلي، زي ما جاب رقبتي تحت رجله. ماشي؟ ماشي ماشي يا مروان، بس كله بوقته حبيبي، كله ايه وقته، متستعجلش. ها في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حضرتك هتيجي معانا لو سمحت. اوعى ايدك، اجي معاك على فين؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ انا سليم العطار. لو سمحت تعالى معانا من غير شوشره، في جريمه قتل يا سليم بنت متهم فيها. قتل؟ قتل؟ قتل ايه؟ انا ما قتلتش حد، انا عاوز المحامي بتاعي فورا. اطلب لي مراد الفخراني لو سمحت. ايه ده يا سليم بيه؟ هنطلبه لك طبعا. اطلبه لي حالا دلوقتي فورا من فضلك. قتل مين ده؟ سليم بيه، انت اللي في الفيديو ده؟ اطلب لي مراد بيه الفخراني من فضلك. زكريا، في مشكلة عايز اكلمك فيها. استنى بس ارد على خالك عشان بيكلمني. ايوه خالو. ايه؟ عم سليم اتقبض عليه؟ ليه في ايه؟ طب انت فين؟ حالا حالا اكون عندك. هو ده زكريا اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. في فيديو مغرق الفيسبوك وتويتر، عم سليم بيقتل فيه حد، كان جنبه فارس. شوف حضرتك، هو الفيديو هنا مش واضح، مش كويس قوي يعني، وكمان المصور يظهر كان بيصور من على بعد، فالامور مش واضحه، مش ظاهره، وكمان الانسان اللي موجود جوه الفيديو ده مش اكيد ان هو سليم بيه. الظاهر يا مراد بيه ان انت ما شفتش الفيديو كويس. انت شفت التاريخ اللي على الفيديو؟ لا ده مش شرط حضرتك. ده لا لا، ده مش امور مؤكده يعني. مش ده اليوم اللي اتقتل فيه شريف العطار؟ هشوف سعادتك، انا اسف جدا يعني ان انا اتدخل في عمل سعادتك، بس احب اقول لسعادتك شريف بيه العطار ما اتقتلش، وشهاده الوفاه بتؤكد انه مات نتيجه هبوط حاد في الدوره الدمويه. العربيه اللي في الفيديو دي مش عربيتك يا سليم بيه؟ اكيد لا. يعني لو سالت بكره في المرور عن رقم العربيه دي مش هتطلع عربيتك يا سليم بيه؟ وريني كده. وريني. اتفضل حضرتك. والحقيقة أنا عندي واحدة زيها، بس ما أظنش هي اللي في الفيديو دلوقتي. سعادتك لازم تعرف حاجة، الموديل ده مرطرب في السوق، بس مش أكيد إن لازم تكون دي عربية سليم بيه اللي موجودة جوه الفيديو. أفهم من كده بقى إن العربية الأصلية موجودة. طبعًا موجودة، يعني هو يعني إحنا هنخبي عربيتنا؟ هي قشاية، دي عربية، بس مش هي نفس العربية دي. ايه اللي انتوا عاملينه فيه ده؟ انتوا مش عارفين ده مين؟ اهدى بس يا زكريا، اهدى، الموضوع كبير والقضيه لابسه عمك سليم. روح انت يا زكريا دلوقتي. روح ازاي؟ وانت هتروح فين؟ انا هروح في داهيه يا اخي، مالكش دعوه بيا. روح انت، خليك معاهم في البيت، وخلي بالك من الشغل اللي وراك، فاهمني؟ خلي بالك من الشغل اللي وراك يا اخي. انا مش عايز اشوفك هنا، هنا انا هعرف اتصرف، بره مش هعرف، عشان كده لازم تكون انت موجود هناك. يلا اتفضل امشي بقى. انا هعرف مين اللي عمل فيك كده ومش هسيبه.
تاني؟ هو ايه؟ مش خلصنا وقفلنا الموضوع؟ الله، وانا ما ينفعش اجي هنا غير عشانك انت بس، هو الكون كله بيلف حواليك انت بس ولا ايه؟ صح، انت عندك حق، عن اذنك. بس ما يمنعش برضه ان انا عايز اتكلم معاكي في موضوع. اوعى ايدك كده، هو انت ناسي ان انا صاحبة مكان بدل ما اخليهم يطردوك بره؟ صاحبة المكان عمرها ما هتطردني. بعدين وانا مش قلت لك المره اللي فاتت مفيش حاجه ببقى عايزها لما اعرف اجيبها، ومفيش حاجه ببقى عايزها لما الف وادور عشان اجيب اخرها. ما تجيب اخرها وتخلصنا هنا. هنا شوقك زكريا العطار. بقى ايه في حياتك يا صالح؟ حياتك الباقي يا عيشة ونعمة بالله. أنا قلت أجي أعزيك، ولو أنك يعني كل ما بتشوفني بتهرب. وأهرب منك ليه يا عيشة؟ ده أنت بنت عمي. بنت عمك؟ ماشي يا صالح. عموما أنا جيت عشان أقول لك إن أنا ما بقتش زعلانة منك. مش بيقولوا اللي بيحب بيسامح؟ وانا بحبك عيشة. انا اعتذرت لك اكتر من مرة، وعلى العموم يا ستي انا اسف لك للمرة المليون. كلمة اسف ما بتمسحش الزعل، زيك دي كلمة معلش ما بتطيبش الوجه، وانت ما فيش على لسانك غيرهم. عايزة نعمل لك ايه يا عيشة؟ اعمل في نفسي ايه طيب؟ انتحر مثلا؟ بتحبها؟ طب ما تعملش معاها زي ما عملت معايا. كسر القلوب مش بالسهل يا ولد عمي. والحب مش بايدينا يا عيشة، وانا بحبها وهتجوزها. نفسي ادعي لك، بس انت ما سبتش جوايا حاجه نظيفه تخلي ربنا يستجيب. خير يا جيهان؟ زكريا والدك جرى على ملا وشه ليه؟ حصل ايه؟ سليم اتقبض عليه وزكريا رحله. سليم خير؟ حصل ايه؟ لما ان شاء الله زكريا يرجع هنعرف. مش هتطلعوا تناموا شويه ولا ايه؟ لا ناموا ايه، عاد نطمنوا عليهم الاول، وبعدين في شويه كلام عاوزين يتكلموه. خير؟ كلام ايه اللي ما يستناش الصبح يعني يا زينب؟ لا ما تاخديش في بالك ولا تشيلي همس، روحي انتي اطمني على عيالك. الا قوليلي فارس مين قاعد معاه؟ زكريا بعت له حراسه، اصله في غيبوبه. ادعي له شيخ عبد القادر. بدعي له والله، ربنا يشفيه ودعيشه. يعني يا ولدي عشان يتيم محدش هيقعد معاه؟ قوليلي يا جيهان، لو كان ولدك كنت هملتيه؟ يا ليه دايما الدنيا بتدور على اكتر حاجه بتوجعنا وبتدوس عليها؟ ليه بتاخد مننا الناس اللي بنحبهم ومش بتسيب لنا غير الناس اللي بيكرهونا وبيؤذونا؟ علشان هما بيروحوا لمكان احسن من هنا، مكان بيجمع الطيبين وبس. لكن الناس المؤذيه ربنا بيسيبهم عشان يديهم فرصه تانية يتوبوا، لكن هما بقى لا بيتوبوا ولا بيبطلوا أزي. أنا عم شريف وحشني قوي، وبابا بابا وحشني قوي. مامي تفضلي. مفيش حد حاسس بيكي قدي. ربنا ما يحكم على حد باللي انا حاسه بيه.